عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو هنشوف أسهل وأبسط طريقة لتطعيم البطيخ على نبات القرع. في البداية أنا هزرع هنا القرع، في بعض الدول بيسموه القرع الخشبي، دي بذور القرع. هوزع بذور القرع بشكل جيد لأن هي اللي هتكون الأساس، ويهمني أنها تكون متوزعة بشكل جيد، أو أزرع بذور القرع في صواني منفصلة وأرجع أزرع بذور البطيخ في صواني منفصلة. هنا بعد مرور 4 لـ5 أيام البذور عندي كلها نبتت بنفس الشكل. هبدأ في المرحلة دي أزرع بذور البطيخ. أنا في البداية وزعت بذور القرع، ولكن بذور البطيخ مش هتفرق معايا إن أنا أوزعها بشكل جيد أو هتكون على بعضها. هزرع بذور البطيخ بنفس الشكل في منتصف القصيص أو في جانب القصيص، أو هزرعها في قصيص منفصل مفيش مشكلة، ولكن يهمني موعد زراعة البطيخ وموعد زراعة بذرة القرع. بذور القرع لازم تنزرع قبل بذور البطيخ بـ4 إلى 5 أيام. هنا بذور البطيخ بتاعتي نبتت بنفس الشكل، وأصبحت النباتات عندي جاهزة لعملية التطعيم. يهمني ان شتلة القرع تكون اكبر من شتلة البطيخ، ولذلك احنا زرعنا بذور القرع قبل بذور البطيخ. كل اللي انا هحتاجه مشبك وسنون او نكاشة اسنان حسب ما كل واحد فينا بيسميها. هشيل القمة النامية من نبات القرع. الورقتين الفلكيتين لو شلتهم او لو خليتهم مش هتفرق معايا، المهم ان انا اطعم على اول برام او على اول عقدة في النبات بتاعي بعد الورقتين الفلكيتين مباشرة. هفتح فتحة بنفس الطريقة، فتحة بسيطة جدا تناسب ساق نبات البطيخ. هص شتلة البطيخ بنفس الطريقة. هنا بس اللي انا محتاجه هو شتلة البطيخ. هاخد شتلة البطيخ بتاعتي بنفس الطريقة. لو لاحظنا هنلاقي ساق شتلة البطيخ مناسب لساق شتلة القرع، ولذلك احنا زرعنا بذور القرع قبل بذور البطيخ. هو ده الهدف من اختلاف معاد الزراعة. هفتح فتحة في شتلة القرع وهبدأ احط شتلة البطيخ بنفس الطريقة. هراعي ان ما اكسرش شتلة البطيخ، هراعي ان انا ما اكسرش شتلة البطيخ اثناء وضعها في شتلة القرع بنفس الشكل. هنا اصبحت الشتلة بتاعتي بوضع جيد ومش محتاجة مشبك، ولكن لو توفر عندي المشبك هستخدم المشبك. طبعا اضمن لي ان انا استخدم مشبك في عملية التطعيم. بنفس الطريقة هطعم كل الأشتال اللي عندي. طبعا في أنواع كتيرة أو في طرق كتيرة لعملية التطعيم، ولكن دي أسهل طريقة لعملية التطعيم، ودي نسبة نجاحها بيكون 100%، ما بيكونش فيها أي مشكلة. هطعم شتلة تانية أمام حضراتكم بنفس الشكل. هشيل القمة النامية بالكامل بنفس الطريقة، وهبدأ أفتح فتحة بسنون أو بنكاشة الأسنان. الهدف من العملية أو الهدف من عملية تطعيم البطيخ إن أنا آخد مجموع خضري ومجموع زهري ومجموع سمري من شتلة البطيخ بتاعتي بنفس قوة المجموع الجذري بتاع نبات القرع. انا هطبق الطريقة في الصيص، سيادتك تقدر تطبقها في صواني تشتيل لو حضرتك هتزرع مشروع زراعي كبير او محتاج عدد اشتال كبيرة. بنفس الطريقة هفتح الفتحة وهبدأ اجيب شتلة البطيخ بتاعتي. كلما كانت الأشتال لسه صغيرة بنفس العمر وبنفس الشكل، بيكون عملية الالتصاق والتحام الأشتال في بعضها بيكون سريع وبيكون سهل، وبتنجح معايا الطريقة بنسبة كبيرة. بنفس الطريقة هحط الشتلة بتاعتي، ولو الشتلة انكسرت مني أرجع تاني أعيد التطعيم، مينفعش إنها تنكسر مني وأتركها. لو انكسرت مني الشتلة هرجع أعيد التطعيم مرة تانية، مينفعش إن أنا أسيبها لأن طبعا لو انكسرت هتنشف. بنفس الطريقة هطعم كل الأشتال اللي عندي، وبعد كده هبدأ أختار منهم الشتلة المناسبة وأخف الأشتال دي أو أتركهم، هيكون نموهم كلهم قوي. بنفس الطريقة هطعم كل الأشتال اللي عندي، ومش شرط إن أنا أطعم كل الأشتال في نفس التوقيت، لا، عندي شتلة لسه صغيرة وعندي شتلة جاهزة للتطعيم هطعمها، وعندي شتلة لسه ما اكتملش نموها أو ما اكتملش إنباتها هنتظر عليها يوم أو اتنين لحين ما يكتمل النمو أو الإنبات وأبدأ أكمل عملية التطعيم. ما تستعجلش في عملية التطعيم. طبعا أنسب موعد لعملية التطعيم هو موسم زراعة البطيخ، لو هنزرع العروة الصيفية أو العروة الشتوية. عملية التطعيم بتساعد النبات على أنه يتحمل الحرارة، لأنه الأصل النبات أو جذر النبات على أصل قوي وبيتحمل الحرارة أو بيتحمل الملوحة أو بيتحمل مناخ المنطقة اللي الست عايش فيها. بنفس الطريقة هطعم كل الأشتال اللي عندي. بعد ما أكمل عملية التطعيم بالكامل الشتل بتاعي، هخلي الشتل بتاعي في مكان يكون ظل وما يكونش فيه أشعة شمس قوية، ويكون محمي من الهواء والرياح والعواصف لحين ما الأشتال تلحم في بعضيها، وبعد كده هتعامل معاها كأي نبات عادي عندي بتعامل معاها. هنا بدأت الأشتال عندي تلتصق في بعضيها، بدأت الأشتال عندي تاخد وضع جيد،
هشيل الأوراق الفلقية عشان أقوي النمو النبات عندي. هنا ما شاء الله الأشتال بتاعتي بوضع جيد والأشتال التصقت في بعضيها. هبدأ هنا أشيل المشابك بتاعتي وأستخدمها مرة تانية في نبتة تانية أو في نباتات أخرى. هنا كانت أبطأ مرحلة في نمو النبات. بعد ما تبدأ تطلع الورقة الحقيقية هيبدأ النبات يشتغل عندي بشكل جيد وبشكل سريع. أتمنى من الله أن يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة. أتمنى أن الجميع يكون استفاد. ولا تنسوا زكاة العلم تبليغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.